مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنخصصها للحديث عن المشهد اليمني بعد عامين من انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع. عامان مر على نكبة 21 من سبتمبر، وبين التاريخين سقط كل شيء يخص اليمنيين. عامان من النكبات المتوالية والحرب التي جر إليها الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، ولا تزال مستمرة، ومستقبل اليمن واليمنيين يبدو غامضا من جميع النواحي. الشيء الوحيد الذي لا يزال يمثل أملا للخروج من هذه الحفرة التي أوقعتنا فيها ميليشيا إرهابية هي أن مشروعها يبدو بلا أفق، وتحقق سقوطه من أول لحظة انطلقت فيها المقاومة الشعبية التي حفظت كرامة اليمنيين، ولا تزال تمثل الأرضية الحقيقية لأي فعل يسعى لإعادة إحياء البلد وسط هذا الركام. عن نكبة 21 من سبتمبر ومصير البلد ومستقبل اليمنيين سيكون محور حديثنا لهذه الليلة من زوايا الحدث، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. سقوط صنعاء حدث هو الأسوأ في بلد كاد يشارف على الانتهاء من عملية انتقال سياسية ناجحة نسبية لطالما شكلت نموذجا للتغيير في منطقة مضطربة. كان هذا الحادث شاهدا على الارتخاء غير المبرر لقبضة الدولة في وقت كانت تمتلك فيه كل عوامل القوة لحماية إنجاز التغيير، وكان هذا الحدث بالقدر نفسه شاهدا على تورط غير متوقع من منظمة ترمز إلى السلام مثل الأمم المتحدة والقوى الدولية المتحكمة بقرار هذه المنظمة في التغطية على إسقاط عاصمة عربية في براثن الفوضى والضياع. السلام في اليمن كان بأيدي اليمنيين، أو هكذا بدت الأمور في لحظة تسلم الرئيس لمسودة الدستور من لجنة كتابته. تلك المسودة التي شكلت خلاصة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واعتبرت إحدى المرجعيات الثلاث للعملية السلمية في اليمن قبل أن تتحرك القوى الإنقلابية لمنع استكمال إجراءات اعتماد هذه المسودة وتصبح دستورا نافذا. قبل إنجاز المسودة كان العالم قد ساهم في التفريط بالإنجاز السلمي لليمنيين بعدم إدانة وفضح التحركات العسكرية لحلف الإنقلاب المؤلف من قوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي صوب صنعاء. لا بل أنه تبرع عبر البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بتوصيف ما يجري بأنه مواجهات بين أطراف مسلحة متصارعة، في وقت كانت الميليشيا الإنقلابية تواجه معسكرات تابعة للدولة، ولم تكن الميليشيا تفتقد إلى الإمكانيات بل كانت تحصل عليها كما تحصل على تأييد من أكثر من طرف لإنجاز مهمتها الموجهة ضد السلام في اليمن. اتفاق السلم والشراكة أحد الشواهد السيئة على إمكانية توظيف قيادية الأمم المتحدة وأهداف السلام التي تسعى إلى تحقيقها في إنجاز أهداف أخرى لا علاقة لها بالسلام. فهذا الاتفاق وقع في مساء 21 من سبتمبر الأسود من عام 2014، بعد أن أنهت ميليشيا الحوثي سيطرتها على مدينة صنعاء بدعم وإسناد وتواطؤ من الحامية العسكرية للعاصمة، وعلى نحو يثير الدهشة والاستغراب والاستهجان. بادر المجتمع الدولي والإقليمي إلى الترحيب بهذا الاتفاق الذي منح الميليشيا مكافأة مجزية هي الهيمنة على الدولة، وأنهى عمليا مفاعيل السلطة الانتقالية التي باتت بكل رموزها تحت التهديد المباشر لسلاح الميليشيا. لم تكف الأمم المتحدة والرعاة الدوليون عن التبشير بمعجزة تحقيق السلام في اليمن، ولكن تدخلها لتحقيق هذه الغاية دائما ما كان يأتي كلما لاحت الفرصة لاستعادة السلام بالانتصار على الميليشيا في مسعى وصفه المراقبون بأنه مفضوح لإبقاء هذه الميليشيا جزءا مؤثرا في بنيان الدولة وتكريس منطق المحاصصة السياسية. من جنيف إلى الكويت فشلت كل جولات المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة، وسقطت كل المشاريع التي صممتها هذه المنظمة لإنهاء الحرب في اليمن. وجزء مهم من أسباب ذلك الفشل يعود إلى عدم وضوح أهداف الأمم المتحدة والقوى الدولية، بل وتصادم هذه الأهداف. وحدهم هؤلاء الرجال سيرسخون بزنادهم ودمائهم وتضحياتهم الأسس الراسخة
لسلام مستدام في اليمن ولوطن يستحق أن يعيش فيه كل اليمنيين على قدم المساواة، ويمحون من تاريخه كل النقاط السوداء بما فيها الأكثر سواداً. 21 سبتمبر 2014. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وقبل الترحيب بضيوفي في هذه الحلقة إلى أن يجهز الاتصال سيكون معنا من تعز أركان عمليات اللواء 17 وقائد الجبهة الغربية العقيد عبد حمود الصغير، إلى أن ينضم إذن لاحقا معالي وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، وكذلك المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، وأيضا سيكون معنا رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات الدكتور نجيب غلاب. اليوم سنناقش بالتأكيد عامان على نكبة 21 سبتمبر التي قادت فيها ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع انقلابا على الشرعية في اليمن. وإذا أبدأ هذه الحلقة مع العقيد عبد حمود الصغير أركان عملية اللواء 17 وقائد الجبهة الغربية. مساء الخير سيادة العقيد. مساء النور، حيا جميع المشاهدين. أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد. عامين من الانقلاب والحرب، أين يقف مشروع المقاومة الشعبية في هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلال عامين من مشروع الانقلاب والذي وأدى المشروع الوطني ومشروع الدولة ومشروع الإرادة السياسية والشعبية للبلاد، هذه الميليشيات الذي حولت الوطن من وطن يحب السلام ويركن إلى السلام إلى وطن متأزم تكثر فيه نزعات القتال ونزعات الحرب في كل المحافظات. خلال عامين أعتقد أن المقاومة الشعبية كانت يعني بدائية في بدايتها، إلا أنه خلال عامين أستطعنا القول أن المقاومة الشعبية اليوم هي ضمن إطار جيش وطني، هذا الجيش الذي سيعيد هيمنة الدولة وسيعيد هيبة الدولة وسيعيد أيضا الأمور إلى نصابها والشرعية إلى نصابها، وسيعيد هؤلاء الناس إلى كهوفهم في مران وإلى أعقاب أسيادهم الذين لا يعرفون معنى الدولة ولا يعرفون معنى الديمقراطية ولا معنى السياسة ولا معنى أن الشعب يحكم بنفسه، ولا أيضا يريدون أن يكون الشعب عبيدا لأهوائهم وطغيانهم، يريدون أن يكون الشعب عبيدا لشهواتهم وأيضا لأفكارهم المتعجرفة والمغلوطة. نحن نعلم أن المقاومة خلال هذين العامين تطورت تطورا إيجابيا، أيضا مع تشكيل ألوية الجيش انخرطت معظم المقاومة في كثير من المحافظات في الجيش الوطني، وأصبح الآن نستطيع القول أننا نعيش مع جيش وطني يحمي البلاد ويعيد الأمور إلى نصابها بإذن الله. نعم، إسقاط النظام ربما كان هو الهدف الأبرز لانطلاق المقاومة الشعبية، يعني الآن بعد عامين الإضافات أو التغيير الذي حدث بالنسبة للمقاومة الشعبية من الأهداف التي خرجوا من أجلها؟ نستطيع القول أن ما يقارب 70% من أهداف المقاومة الشعبية ومن أهداف الشباب الذين خرجوا ضد هذا الانقلاب وإسقاط الانقلاب قد تحققت. لدينا اليوم مجموعة كبيرة من المحافظات محررة، ومجموعة أيضا في طريقها للتحرر، ولدينا أيضا غليان شعبي كبير ضد هذه الميليشيات وانقلابها المتعجرف، أيضا نقل كثير من المؤسسات المالية سواء البنك المركزي أو مؤسسات السلطة الرئيسية إلى محافظة عدن، يدل دلالة واضحة على أن الأمور تمشي في نصابها الصحيح. غدا سنرى في الأيام القليلة القادمة وفي الأشهر القليلة القادمة تحرر لكل أجزاء اليمن. هذه الأيام الميليشيات تعيش في النفس الأخير، تعيش موتا بطيئا وانتحارا بطيئا تنتحر به على أطراف المحافظات. نستطيع القول أن في البداية كانت المقاومة غير مرتبة غير منتظمة غير منظمة أمورها، اليوم المقاومة منتظمة في كثير من الأنسقة القوات المسلحة وجيش القوات المسلحة، لها إدارة واحدة، لها توجيه واحد، لها هدف واحد وهو القضاء على هذه الميليشيات وإنهاء الانقلاب وأيضا عودة الحكومة الشرعية، ومن ثم السير في المسار السياسي لإخراج اليمن من هذه الأزمة ومن هذه الفتنة. نعم سيادة العقيد، تكرم بالبقاء معنا. نشرك معنا في الحديث معالي وزير حقوق الإنسان الأستاذ عز الدين الأصبحي. مساء الخير معالي الوزير. أهلا، مساء الخير عزيزي، أهلا وسهلا فيك. مرحبا بك معالي الوزير. عامان من انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع
أين يقف اليمنيون في هذه اللحظة وأين تقف الشرعية والحكومة بشكل عام؟ أولا شكرا جزيلا، دعنا رغم كل هذه المآسي يعني نبارك لشعبنا مناسباته العظيمة مهما حاول هؤلاء اختطاف الفرح. يعني بالأخير اليمن عاش كارثة ويعيش كارثة حقيقية بسبب الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي وصالح، وما جرى من قبل هؤلاء الميليشيات، وكما قلنا سابقا خلال الفترة الماضية هم ركب الموجة وعمل على اختطاف الثورة، ثم وصل بهم الأمر إلى اختطاف الدولة، والآن يدمرون كافة المؤسسات. نعم. ما يجري في اليمن هو الكارثة الحقيقية في تمزيق هذا الوطن واللغم المستقبلي لكل ما يمكن له أن يرمم العلاقة الوطنية. هؤلاء لم يدمرون فقط مؤسسات أو يسرقون المسألة الاقتصادية كما يعتقد البعض أو يفجرون الحرب هنا أو هناك، ولكن عملوا أكبر جريمة هي تمزيق النسيج الاجتماعي، تمزيق اللحمة الوطنية في اليمن، والأخطر من ذلك ضمن مؤامرات إقليمية ودولية القضاء على أي فكرة للدولة المركزية التي يحاولون تهشيمها بكل الطرق حتى لا تعود مقبولة. حقيقة ما عمله الحوثي وصالح في اليمن من جريمة سيسجلها التاريخ بأنها من أبشع اللحظات التي عشناها، وكنا نتمنى أن لا نعيش هذا التاريخ الدامي، ولكن هذا قدرنا. ما جرى خلال هذين العامين كارثة بكل المقاييس على كل الأصعدة إذا أردت، بأرقامها وبوقائعها وأحداثها. نعم. اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، ولكن اختارها هذه الدعوة التي مزقت نسيجنا الاجتماعي وتحاول أن تجعله لغما في طريق المستقبل. نعم، معالي الوزير، الحديث عن المسار السياسي للحل إلى أين وصل، وهل يبدو فعلا الطريق الآن إلى حل سياسي لا يزال مفتوح؟ يظل مسألة الدعوة إلى الحل السلمي وضرورته هي لابد أن نتمسك بها، لأن نحن من يؤمن بالسلم ومن يريده هو من يريد السلام والاستقرار. المشكل الحقيقة ببساطة جدا هو في مسألة الطرف الآخر الانقلابي، وأنا دائما أقول وأنا أحدثك من جليس وفي النقاشات الدولية الأخرى عندما يقولون بأن الموضوع الحل في اليمن معقد، دائما أرد عليهم بأنه الحل في اليمن أبسط مما نتخيل، لأن اليمنيين اتفقوا على مخرجات حوار وطني وخارطة طريق واضحة في بناء مؤسسات الدولة بعد حوار معمق، وهناك نوع من الإجماع الوطني الكامل على شكل الدولة، على مضمون الدولة، على مضمون الدستور. ثم جاءت أقلية انقلابية من ميليشيات وهدت كل ذلك بلحظة من لحظات الطيش والغفلة التي فيها اختطفت فيها مؤسسات الدولة وأجزاء من الجيش. الآن إذا أراد المجتمع الدولي والمجتمع اليمني أن يجد الطريق، الأمر سهل، يلغى هذا الانقلاب وسيعود السلام. حوار السلام لا يعود إلا بإلغاء الانقلاب. فكرة السلام والحوار السلمي يجب أن تقوم على أساس عدم شرعنة الانقلاب، ثم سيكون السلام سهلا وواضحا. نعم. لا يوجد سلام مع شرعنة الانقلاب وبقاء العملية الدامية وعملية الاعتداء الممنهج للانقلابيين. هذه مسألة واضحة يجب أن تكون بارزة. نعم. في الحوارات، يعني لا يجب. نعم. أن يستخف بين البعض ويقول عليكم أن تكبروا فوق الجراح وتقبلون بالانقلاب وتقبلون بالقتل والدمار، هذا غير صحيح. السلام يأتي عبر فرضه بقوة الخير والسلم، ولكن أيضا بعدم القبول والرضوخ بالعملية الانقلابية على الإطلاق. نعم، الإجراءات الأخيرة معالي الوزير التي اتخذتموها في الحكومة وأيضا تمثلت في نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وحقيقة أثارت العديد من المخاوف بأن الحل لا يزال بعيد. أنتم كيف تنظرون في الحكومة للمرحلة المقبلة؟ يعني هذا واحدا من القرارات التي بقيت في محل مراجعة ونقاش يعني مستفيض أكثر من عام، وليس فقط الآن. وهذا القرار ربما كثير من الخبراء ومن السياسيين ومن الاقتصاديين بالذات كانوا يعرفون هذا الأمر بين شد وجد منذ العام الماضي، إلى أي مدى يمكن مسألة بقاء الجبهة الاقتصادية بدون خطوات يعني ثورية، بدون خطوات كبيرة تحتاج إلى شجاعة في اتخاذها. الآن عندما اتخذت هذه الخطوة كانت الأمور قد وصلت إلى مداها في الحلول الترقيعية التي كان يمكن لها أن تستمر. مسألة حيادية مؤسسة البنك كمؤسسة وطنية حيادية، الحفاظ عليه كمؤسسة ترعى مصالح اليمنيين في كل مكان، واضح تماما أنه خلال الأشهر الماضية لم تستطع المؤسسة أن تحافظ على هذه الاستقلالية. وما جرى من التغيير لقيادة البنك ونقله، من حيث التغيير أولا انتهت المدة القانونية لمجلس الإدارة السابق الشهر الماضي، ومن حيث النقل كان لابد من الذهاب به إلى منطقة
تضمن مسألة استقلاليته وأن يكون مؤسسة وطنية لكل اليمنيين وليس لقلة تعمل على نهبه وتدميره. نعم. ما يجب أن ندركه بأن الحوثيين وصالح دمروا مؤسسات الدولة من البرلمان إلى البنك إلى كل المؤسسات التي تحفظ اللحمة الوطنية. نعم. مهما قيل عن المخاطر التي ستكون قادمة بسبب العملية الإدارية للبنك، لكنها على الأقل ستحفظ لهذا البلد مؤسسة وحدوية وطنية تراعي شؤون كل اليمنيين. نعم. وتلك أهم من المخاطر والتحديات الكبيرة التي تواجه البنك في العملية الإدارية. نعم. نعم. هناك تحدي كبير في العملية الاقتصادية في العملية الإدارية، لكن كان لابد من عملية سياسية وعملية. نعم. جراحية. معالي الوزير، هل سيرافق هذا التغيير الذي حدث ونقل البنك والإصلاح المالي الذي حدث تواجد الحكومة بشكل حقيقي وعودة نهائية بجميع أعضاء وطاقم الحكومة إلى عدن، أم سيظل نفس الفترات السابقة يعني تحضرون ثم يعني تغادرون؟ حسب القرار المتفق عليه والإجراءات، هي لابد أن تكون هناك ليس فقط عودة ولكن استقرار مستمر. وأعتقد المرحلة القادمة بحاجة إلى حكومة أزمة، إدارة الأزمة وإدارة الكارثة، فريق عمل على مستوى الميداني والأرضي، الالتحام بالناس والعمل بالمؤسسات اللطيفة التي يحتاجها الناس الآن من مؤسسات أمنية وعسكرية وخدمية، بعيدا عن مسألة البيروقراطية المترهلة وبعيدا عن مسألة إدخام القسم الحكومي بوظائف لا معنى لها في هذه المرحلة. نعم. في لحظة حرب نحتاج إلى فريق حكومي يدير العملية من الداخل وليس من الخارج. أعتقد هذا قرار يعني نهائي وضروري، ولا أعتقد لا تراجع عن عملية. نعم. هناك أخبار تحدث معالي الوزير بأن الجمعة المقبلة ستكون هي العودة للحكومة وطاقمها. كما ذكرت لك، الطاقم الحكومي الرئيسي ابتداء من رأس الدولة حتى المؤسسات الأمنية والعسكرية والخدماتية هي حسب القرار يجب أن تعود وتعمل على الاستقرار والثبات على الأرض، ومسألة التغيير من داخل الأرض وليس من خارجه. نعم. تبقى أي علاقات خارجية قائمة حسب ما هو متاح وما يخدم ويحقق الهدف، لكن علينا أن نعود إلى الأرض كمناضلين وليس فقط كحكومة حتى نرسل المؤسسات ويلتحم الناس. نعم. بقضايا المواطنين الذين يحتاجهم. أعتقد هذا القرار لا رجعة فيه. مسألة الخميس أو الجمعة هي مجرد إجراءات روتينية بحتة وإجراءات أمنية ومعلومات أمنية لا أكثر، لكن. نعم. القرار الاستراتيجي هو العودة والعودة. نعم. طيب معالي الوزير أختم معك بسؤال أخير. يعني عامان على انطلاق عمليات التحالف العربي، ولم يكن يتوقع الكثير من المتابعين للشأن اليمني بأن تستمر وتمتد عمر سلطة الانقلابيين عامين. الآن هل نحن والآن أمام عام وعامان مقبلين؟ يعني إدارة الحرب وملفاته وتقييم ما جرى من أمور من إخفاق هنا أو هناك يحتاج إلى تقييم حقيقي في الأمر، لكن أيضا دعنا نقول بأن ما جرى ليس انقلابا عاديا ولكن تقاطع مصالح على المستوى الإقليمي والدولي. هناك مشاريع متقاطعة، اليمن راحت ضحية هذه المشاريع وبسبب قلة وخفة من الانقلابيين الذين استخفوا بكل شيء. ودعني أقول أنه مسألة أنه ليس فقط التحالف ربما تأخر في عملية الحسم القوى الشرعية والمقاومة الوطنية، ولكن حتى لو رددنا إلى العصابة الانقلابية لعلي عبد الله صالح والحسين كانوا يظنون بنوع من الاستخفاف بأنهم سيسيطرون على البلد بأيام وأسابيع، وكان هناك من قد اقتنع حقيقة بأن هناك رضوخا كليا شعبيا ومؤسساتيا لهذه القلة، لكن تفاجأ الكل بأن هناك مقاومة وطنية شجاعة وهناك رفض شعبي ومجتمعي. نعم، هناك قصور في عدم الاستفادة من هذا الرفض الشعبي وعدم توظيفه توظيفا جيدا للحسم المعركة عسكريا، وهناك نوع من التردد في بعض الجبهات أدت إلى تأخر الحسم، لكن الآن الأمور صارت واضحة. أتمنى أن نحسم هذه الأمور سريعا لأن استمرارها هي كارثة بكل مقاييس، لكن أيضا استمرار الانقلاب الكارثة الأكبر التي لا يمكن القبول بها على الإطلاق. أشكرك جزيل الشكر معالي وزير حقوق الإنسان الأستاذ عز الدين الأصبحي، كنت معنا من جنيف. وأعود إلى تعز مع سيادة العقيد عبدو حمود الصغير أركان عملية اللواء 17 وقائد المقاومة الشعبية في الجبهة الغربية. تعز سيادة العقيد، كانت البداية ربما بتواجد الأحزاب بقوة في تشكيل المقاومة الشعبية، وأنتم الآن بعد مرور عامين كيف تقيمون دور الأحزاب في دعم مسيرة المقاومة الشعبية؟
لا شك أن دور الأحزاب السياسية فاعل في المقاومة الشعبية، وكثير من أفراد هذه الأحزاب ينخرط في المقاومة الشعبية، لكن بشكل عام كل أبناء الشعب اليمني كان متحزبا أو لم يكن متحزبا انخرط في المقاومة الشعبية لذرع لردع هذه العصابة المجرمة وهذه الميليشيات المتعقدة وسد كثير من الثغرات. الأحزاب خلال هذه الفترة قامت بأدوار كبيرة جدا ولا ننسى لها هذه الأدوار، لكن بشكل عام نحن لا ننسى دور الشعب اليمني الذي ضحى بكل ما يملك، بأولاده، بإخوانه، بنسائه، بممتلكاته، بمساجده، بكل بمدنه التي دمرت وفجرت. كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن عمق المقاومة الشعبية في المجتمع كان لها دور كبير جدا. حتى الآن المناطق التي لا زالت خاضعة للميليشيات، نحن على ثقة بأن أبناء هذه المناطق يريدون أن يتخلصوا من هذه القرطومة في أقرب وقت ممكن إذا توفرت لهم الظروف وهيئات لهم الأسباب. نعم. لكننا ندرك تماما أن الأحزاب السياسية هي من عمق النسيج الاجتماعي، وهي أيضا من عمق تكوين المجتمع بشكل عام، وبالتالي الشعب والمجتمعات المتواجدة خرجت لصد العدوان ورد الظلم ودفع الظلم عن مناطقهم. نعم. هناك من يطرح سيادة العقيد بأن يجب على المقاومة الشعبية الخروج من العباءة الحزبية إلى فضاء جماهيري أوسع لا تحكمه التوجهات الحزبية. هل تحقق فعلا في تعز بأن المقاومة يعني تخلصت من العباءة الحزبية في هذه المحافظة؟ أنا أعتقد أنه منذ اللحظة الأولى كان في البداية صحيح دور الأحزاب السياسية بإخراج الناس لميادين المقاومة والدفاع عن مدينة تعز، لكن مع مرور الوقت أصبحت الأحزاب هي مكون من مكونات المقاومة الشعبية. الشعب بشكل عام معظمه مستقل، ومعظمه في أحزاب أخرى، ومعظمه في أحزاب يعني غير متحزبين، لكن في النهاية الكل شارك في المقاومة الشعبية. أيضا من الخطوات الإيجابية والتي باركتها الأحزاب السياسية في تعز وهو دمج المقاومة الشعبية بالجيش الوطني في 3 ألوية رئيسية، اللي هو 17 مجاة واللي هو 22 مجاة واللي هو 35 مدرع، والتي تقاسم أو ضمت إليه كثير من الجبهات الموجودة داخل مدينة تعز، سواء بالجبهة الغربية أو الشمالية أو الشرقية أو الجنوبية أو حيفان أو الصيل وغيره من المناطق، ضمت ألوية عسكرية. والآن يتم التشكيل وفق هذه الرؤية العسكرية البحتة، وليس لدي الآن في تعز لا جبهات مستقلة ولا جبهات منفصلة ولا جماعات مستقلة. لدينا في تعز 3 ألوية وثلاث قطاعات رئيسية يقودها الجيش الوطني بقيادة عسكرية هم العميد الشمتاني والعميد الحمادي والعميد صالح فرحان وقيادة محور تعز وهو اللواء خالد فاضل. كل هؤلاء يمثلوا كتلة رئيسية لإدارة المعركة في تعز وإدارة الصراع وإدارة الدفاع عن تعز. هذا كله بفضل الله عز وجل، ثم أيضا بدعم الأحزاب السياسية. نعم. سيادة العقيد، نص دقيقة فقط أعطيك فيها يعني كلمتك في ذكرى النكبة، ذكرى الانقلاب 21 سبتمبر الذي قادته الميليشيا، وأيضا ونحن نبعد يعني ربما أيام على الاحتفال بسبتمبر. 21 سبتمبر هي نكبة إذن يبدأ أن فقدنا الاتصال. نشارك معنا أيضا في الحديث من تعز المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أخي. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي. يوم 21 سبتمبر، برأيك كيف سيبدو في ذاكرة اليمنيين؟ يبدو أن يوم 21 سبتمبر ربما يكون من الأيام السيئة في ذاكرة اليمنيين، بحكم أن البلد كانت منتظرة لحالة انتقال وليست حالة انقلاب. كانت البلد معدة على باب الاندراج إلى مسألة التحول الديمقراطي إلى إيجاد الدولة المؤسسة بدلا من السلطة العائلة أو السلطة المتحكمة. كانت البلد تتهيأ للانتقال إلى بداية دخول العصر الحديث إجمالا داخل هذا البلد وانقطاع حالة العصور الوسطى. كانت المرحلة مرحلة فارقة جرى فيها، تبخرت أحلام الناس، وبالتالي تحول هذا اليوم إلى ذاكرة شؤم على اليمنيين. انتقست أحلام الغالبية العظمى من الناس، عادت المسألة إلى الخلف. أيضا تحول هذا إلى كابوس. هناك حالة الفارقة اليوم ربما قياسها من حجم الخسائر، حجم القتلى،
حجم الدمار الذي حل في البلد، حجم ما تعرض له الناس أيضا من حالة الاستنزاف البشري أولا، ثم الاستنزاف المادي، ثم الاستنزاف النفسي، ثم قتل أحلام الناس، إدخال البلد في دوامة العنف التي لا زالت رحاها قادمة ولا نعرف نتائجها إلى متى. كل هذه المسائل وتدمير اقتصاد البلد وتدمير إمكانياته. نعم أستاذ عبد الهادي، إذا وقفنا بين خيارين، خيار المقاومة وخيار الحل السياسي، الخيار الذي سيصل بالأزمة اليمنية إلى نهايتها برأيك ما هو؟ لا أعتقد أن اليوم الحديث عن خيار الحل السياسي على أي أطر، على أي أساس، لماذا كل هذا الدمار؟ إن كان هناك حلا سياسي، لماذا هذا الحل سوف يصبح مكلف جدا، أكلف كثيرا من دماء الناس؟ اليوم لا نعرف كم عدد القتلى داخل البلد، ربما فوق 50 إلى 100 ألف قتيل داخل البلد، كم عدد المعاقين، كم المباني المدمرة، كم اقتصاد البلد الذي دمر، كم أحلام الناس التي دمرت وحطمت. بالتالي هنا الحديث عن هذه المسألة حديث لا قيمة لها بكل المقاييس. يعني اليوم أصبحت المسألة عسكرية، هذه جماعة أتت من خلف البندقية وأتت شيعة، كانت جماعة تقليدية دينية تقليدية تمارس السياسة بالعنف، الحديث سياستها قائمة أساسا على العنف، فالحديث عن أي مشاورات وفق أي منطق. ولكن كما تعلم سيد عبد الهادي، المجتمع الدولي ربما يضغط بقوة نحو إيجاد حل سياسي، وهناك تحرك يعني تقوده واشنطن، وربما كانت اللقاءات الأخيرة في مسقط وفي جدة السعودية وفي العديد من الدول تصب في لابد من وجود حل للأزمة اليمنية ويكون سياسيا. هذا الحل كيف يصنعه؟ وفق أي معايير؟ الولايات المتحدة الأمريكية تاع مصالحها حالة التوازنات، كيفية ابتزاز الخليج، كيفية ابتزاز البلد، بالتالي لديها مجموعة تخوفات مرتبطة بمدى مصالحها. هذه مصالح الولايات المتحدة، ما مصالح الشعب اليمني على الأرض، ما مصالح حكومته الشرعية. هنا المسألة تتحدد، هنا اقترض اسم الحكومة الشرعية والمقاومة والشعب اليمني هو الذي يجب أن يحدد خياراته، ما الذي يريد أولا، وبالتالي كيف يحقق هذه الإرادة. هناك تحالف عربي قائم، وبالتالي لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض خياراتها على القوي على الأرض. إذا المسألة مرتبطة بمقدار الأداء على الأرض. الولايات المتحدة ليست طرفا في الأزمة، ولكنها تدفع باتجاه حلول محددة، وبالتالي لا تتحمل هي النتائج. مع الشعب اليمني من سوف يتحمل النتائج، ومن سوف يتحمل الويلات من خسر ويخسر ويقدم أبناءه وإخوانه ضحايا بشكل يومي لعسكريات، نعم، ولأيضا نرجسيات لدى جماعة محددة ترى أن طريق الوصول للسلطة ليس سوى السلاح، وبالتالي لا وسيلة للتوجه معها سوى السلاح. نعم. 4 جولات من المفاوضات هذه التي حدثت، وسنتين من بعد مباشرة من 2012 وما تلا مفاوضات، ربما نحن أكثر شعب عربي قاد مفاوضات فيما بينه، ومع الأسف الشديد كل مفاوضاتنا تفضي إلى حروب ولا توجد مفاوضات أفضت إلى سلم. نعم إذا تحدثنا عن دور الأحزاب السياسية، هل يعني أنت في البداية كيف تقيم دورها، وأيضا هل تعتقد بأنها كانت السند الحقيقي للمقاومة الشعبية ودعمها، وأيضا دعم الجيش الوطني في المقاومة واستعادة الدولة؟ هذه لا تحتاج لا ذكاء مني ولا تقييم من الآخرين، تحتاج قراءة للواقع. الأحزاب السياسية موجودة في المتاريخ، موجودة ضمن صفوف المقاومة، أعضاء انخرطوا ضمن الجيش. الأحزاب السياسية جزء من المكون الشعبي، جزء من المكون الشعبي، وبالتالي هم جزء من الشعب، حيثما ذهب الشعب ذهبهم معه. فبالتالي هنا غالبية عظمى من الشعب مع المقاومة، وبالتالي الأحزاب بالتأكيد موجودة داخل هذه المواقع. المقاومة لها مواقف سياسية أعلنت من الأيام الأولى وأعلنت مباشرة رفضها لإجراءات الانقلاب، وبالتالي كانت مع هذا الإعلان تحول إلى إعلان عملي لأنها لم تجد وسيلة، وكما قال الشاعر إذا لم يسالمك الزمان فحاره. فرضت عليها الحرب مثلما فرضت على فئات الشعب اليمني الأخرى، وبالتالي انخرطت داخل الحرب مكرهة
مكرهة وليست مختارة، لم تختار هي الطريقة، حاولت قدر الإمكان عبر مفاوضات 3 سنوات أن تجنب البلد الحرب لكنها لم تستطيع، وبالتالي هناك من فرض على الجميع الانجرار إلى الحرب وعليه تحمل نتائجها. نعم أستاذ عبد الهادي، أختم معك بأقل من دقيقة، فيما يعني كلمة لك بذكرى نكبة 21 سبتمبر، وأيضا ونحن على بعد تقريبا 5 أيام للاحتفال بعيد سبتمبر المجيد. هي نكبة ارتبطت 21 سبتمبر ارتبط ارتباطا مباشر ب 21 سبتمبر 1962، وهي الفترة التي أيضا رافقت إعلان ولي عهد المملكة المتوكلية الإمام البدر نفسه خلفا لأبيه الإمام أحمد حميد الدين الذي كان مسمى الناصر، وبالتالي كانت المسألة تزامنا أو حربا تاريخية بالإنابة مع الأسف الشديد، وبالتالي جماعة رأت أنها لا وسيلة أمامها من أجل الوصول للسلطة والبندقية، فاعتلت هذه البندقية، وهذه هي النتائج. 21 سبتمبر ذكرى سيئة كلفت الناس الكثير من البشر والأموال، وكلفت البلد ربما ما أكثر من 100 سنة إلى الخلف. المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي كنت معنا عبر الهاتف من تعز، الشكر أيضا لمعالي وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، وكذلك للعقيد عبدو حمود الصغير أركان عمليات اللواء 17 وقائد الجبهة الغربية في محافظة تعز. الشكر موصول لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.